لك الحمد يا ربي على النعم العلا، وأزكى صلاة للرسول مبسملا. وبعد فحمامي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا، وذلك مجموع بمصباح شهر زور، ثمة مروي بطيبة العلا. فمتصلا واستطاما فصل قصرا خلافا لحرزهم بعشر مسائلا، فيبسط صاد ثم بسطة مثلها، وإن شئت كبر في أواخرها الحلا. ولكن بسين اقرأن المسيطرون، أشم بتأمنا وللروم أهملا. والله مع الآن الذكرين لا تسهل، بل بدلها بمد مطولا. وآتان فاحذفا إذا كنت واقفا، سلاسل فاحذفا وقوفا وموصلا. وفي عين والسط ثم فرق ففخما، وضعف بفتحة وتمت فهللا.